الدكتورة جهاد حضرتك برلمانية سابقة، بطلة سباحة صح؟ صح. وأم أم شفت كارما. التوليفة دي جت إزاي؟ التوليفة دي جت من إعداد، من زمان، من وأنا صغيرة لما عرفت من مامتي إن أنا ليه ما بمشيش كل الأطفال والعربيات بتمشي وأنا قاعدة على الأرض، فقولها لي أنا ما بمشيش، تقول لي عشان أنت عندك شال أطفال. فكنت في فترة من الفترات زعلانة من ربنا، بقول له ليه أنا ما بمشيش، كل حد بيمشي وأنا ما بمشيش، وقعد أقول لربنا لماما ادعي لي يا ماما أمشي زي الأطفال. بس أنا ما كنتش أعرف إن كان ربنا بيجهزني لتجهيزة أكبر بكتير من إن أنا أقعد في الأرض أو أزحف في الأرض في بيئة لا ترحم من هو مختلف عنك جسديا، بيئة ريفية بسيطة. بس البيئة دي اتعلمت فيها يعني ايه ان انت بركه، يعني ايه اللي هيجي عليكي مش هيكسب، يعني ايه انت حاجه حلوه. ده دعم معنوي بقى بشكل مختلف، بشكل بطريقتهم يعني. فضلت في الفقر او الظروف الصعبه اللي خلتني بشكر الارض اللي قعدت عليها 8 سنين لغايه لما جالي اول كرسي وانا عندي 8 سنين، حسيت ان انا ملكه العالم خلاص، يعني بقيت عندي كرسي متحرك اقدر اريح قلب امي من النهجان لما كانت بتشيلني. ويمكن انا بوجه لها في يوم المرأة ألف تحية، لأن لولا ضربات قلبك دي أنا ما كنتش أتعلم سباحة، ولولا ضربات قلبك دي أنا ما كنتش أتعلم السواقة في يوم يومين. المفرمة اللي عشتها في الشرقية في الظروف الصعبة في البدايات هي اللي خلتني زمان بقى، عشان حضرتك ما بتحبش كلمة ملهم، أكتب وأشب على حيطان بيتنا دكتورة جهاد إبراهيم بالتباشير وأنا قاعدة على الأرض أكتب. ما كنتش أعرف في يوم من الأيام اني قال اللي انا كتبته اتحفر، واللي انا كتبته ان انا هبقى في يوم من الايام دكتوره بدرس في الجامعه. اول يوم دخلت فيها اترفضت في الجامعه، قالوا عني غير لائقه طبيا عشان انا على كرسي متحرك. وفي يوم عرفت مقوله لدكتور درس في هندسه واترفض برضه في هندسه، بس الف كتب بتدرس في كليه هندسه، واول مؤلف سماه رفضتني الهندسه طالبا وفرضت عليها نفسي معلما. ودخلت كلية البنات قسم اجتماع وطلعت الأولى وتعينت معيدة، بس كان عندي حلم أهم من أنا كنت لسه التنوع. فكرة التنوع ده إن خلاص طيب هنحقق حلم إنه أنا بقيت دكتورة في الجامعة، مش كان ده بقى هدف، كان ده بداية السلمة. كان عندي هدف أسمى بكتير، إن أنا أكون أم. وطول عمري اتربيت على إن مش هينفع أكون أم عشان مين هيرضى بيا وأنا على كرسي. ففضلت أطارد حلمي إن أنا بحلم أكون أم، لغاية لما قابلت لايف كوتشنج من قلبي بوجه له ألف تحية مستر بسام الخوري. قال لي القطط والكلاب بتكون أمهات، أنت شايفة أن الأمومة حلم؟ عندك الأمومة عندك حق، عندك كارما، كارما، وبابا كارما عند ربنا في الجنة، بس ساب لي كارما على الأرض. عايشة أعظم قصة حب يومية مع سنة. كارما، كارما 6 سنين، كارما حدوتة يعني. بسم الله ما شاء الله. كارما بتقول للبنات في مدرستها أن مامي ربنا خلقها أكيد مختلفة. أكيد هي فخورة جدا بيك. آه يعني. طب أنا